Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nur Aziza. Salah satu finalis Putra Muslim dan Putri Muslimah Kabupaten Bandung Barat 2020. Sekolah SMK Garda Madani Pondok Pesantren Nurul Khoir Desa Celak, Delegasi Kecamatan Gunung Madu. Saya mempunyai hobi menyanyi, tahfidzul Quran, dan keterampilan saya di bidang tarik suara. Membaca surat dalam Al-Quran dengan menggunakan nada yang disebut dengan murotal. Keseharian saya hidup di dunia pendidikan, yaitu pondok. Saya terus dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran merupakan cita-cita yang sangat mulia bagi saya, karena nanti di akhirat kelak, kita akan memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada kedua orang tua, karena kita akan memasangkan mahkota kepadanya kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma ata bi ni'mati rabbika bi وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأسبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
يخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إنكم لما سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم
بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.